السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل طلاب صف الثاني عشر. معكم أستاذ إسلام طاجن معلم لغة إنجليزية، ومرحبا بكم. إحنا دلوقتي في فيديو خاص بالسؤال الرابع في الاختبار، وهو سيت بوك، أسئلة الكتاب. أسئلة الكتاب عشان نكون مطمنين هي ذات طبيعة عامة، يعني ممكن تكون أنت مش حافظ أسئلة سيت بوك قوي، بس ما بشجعكش إنك تذاكرهم، لازم تذاكرهم، ولكن انا بطمنك لو انت نسيت الاجابات ممكن اي اجابه منطقيه للسؤال ان شاء الله تحسب ليك درجه صح. طب تعالى كده نضطر ونشوف مع بعض اسئله السيت بوك في الاختبار التجريبي اللي تم وضعه على موقع التوجيه لتدريب الطلاب لعام 2021. كالعاده دعمك لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس، والاهم من كل ده حاجتين: واحد، انك تجاوب قبل ما انا اجاوب وتختبر نفسك في التعليقات. اتنين، دعوه حلوه منك بظهر الغيب ليا، يعطيك الف عافيه. نبدأ. كنت هنسى رابط لتحميل الاختبار اللي انا بحله دلوقتي قدامك او تحت في وصف الفيديو، تقدر توصل له علشان لو حبيت تدرب نفسك في البيت. بسم الله، يلا نبدأ. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. مباشرة نبدأ ونعرف رأس السؤال بيقول لنا ايه في السيت بوك. Answer only four of the following questions. فقط جاوب على أربع أسئلة من الأسئلة اللي قدامك. هما كام سؤال؟ هما خمسة. إيه ده؟ قدامنا أربعة. لا، انزل شوية كده هتلاقي في واحد خامس تحت مستخبي. تمام، يبقى إحنا عندنا خمس أسئلة مطالبين إن إحنا نجاوب على أربعة منهم. طب هل أجاوب أربعة بس؟ يا عم جاوب الخمسة يا سيدي، جاوب الخمس أسئلة، ولو في واحد درجته قليلة التاني يسنده لو هو درجته هو الأعلى. يعني نفترض أنت جبت في الأول 10 و10 و10 والرابع جبت 8 من 10، كان في أخطاء إملائية، كان في حاجة، أحيانا بيحاسبوا على الأخطاء الإملائية. نفترض جبت في 8 من 10، جبت السؤال الخامس حليته جبت فيه 10، هيعتبر ال 8 دي ما اتحلتش، و10 10 10 جبت 40 من 40 في السؤال. كده طمنتك؟ تعالى كده مع بعض نشوف الاسئله اللي قدامنا، ويمكن كمان يكون عندك اجابات احسن من اللي انا اقولها، نتشرف ان احنا نشوفها تحت في التعليقات. طولت. يلا نبدا، بسم الله. اول سؤال: How can we show respect to the elderly؟ كيف نبين الاحترام لكبار السن؟ الاجابات هنا كتير قوي. ممكن بالاهتمام، بالعناية بيهم، بالاستماع ليهم، بالتحدث إليهم، بمساعدتهم في القيام بمهامهم، الوقوف وليهم وعند الخروج أو عند دخولهم، نفتح لهم الباب. أهم حاجة اللي لازم تخلي بالك وأنت بتجاوب، ما تجاوبش إجابات صغيرة، وحاول تخلي إجابتك in full sentence. يعني جاوبت إجابات صغيرة تاخد درجة، جاوبتها درجة جملة كاملة تاخد درجة، بس خليك في السيف سايد، في الأمان يعني. How can we show respect to the elderly؟ يبقى نقول we can show respect to the elderly. مثلا by talking and listening to them. مثلا ممكن نقول helping them to do tasks، مساعدتهم في القيام بالمهام. ممكن نقول taking أو to take care أو taking care of them، العناية والاهتمام بهم. ممكن نقول كده الاستماع والتحدث إليهم، مساعدتهم في القيام بالمهام، الاعتناء بهم. ممكن نقول opening the door for them to show respect، افتح لهم الباب لاظهار او لان انا ابين الاحترام. اوكي، فبالشكل ده انت تكون جاوبت على السؤال الاولاني. يبقى ممكن نقول looking after them, being as a friend, talking to them, listening، كلها اجابات هتبقى صح. طبعا مش محتاج تكتب كل ده. اتنين، حلوة قوي. Why do some people like to settle down in a city؟ السؤال التاني ده ممكن يجي لك مرة عن السيتي، ممكن مرة يجي لك عن الكونتري سايد، يعني ممكن يجي لك مرة عن المدينة، ممكن يجي لك عن الريف. ليه الناس تحب تروح تعيش في المدينة؟ ليه الناس تحب تروح تعيش في الريف؟ ليه الناس ما بتحبش تعيش في المدينة؟ ليه الناس ما بتحبش تعيش في الريف؟ واحد من الأربعة هيجي لك، أو ممكن يجيب لك واحد من خامس بقى يعمل لك مقارنة، إيه مميزات وعيوب الحياة في المدينة والريف؟ يعني كلهم حاجة واحدة، يعني كلهم عيلة واحدة، هيجي لك واحد منهم في الاختبار أكيد. قال إذا ممكن في الغالب بيبقى دايما السؤال
لايف ان ذا سيتي ولايف ان ذا كونتري سايد موجود في الاختبارات ده، اذا ما كانش هيجي لك تعبير. Why do some people like to settle down؟ ليه الناس تحب تستوطن in the city؟ للخدمات، للوظائف اللي بأجر أعلى، لأن فيها تكنولوجي. طبعا من عيوبها طبعا الـ overcrowding والـ noise و expensive غالية، ففي مميزات وفي عيوب. هنا بيسأل ليه، يبقى أكيد مش عشان العيوب، يبقى نقول له عشان المميزات. Why do some people؟ Because there are better paid jobs، في وظائف ذات أجر عالي أو أجر أفضل. ممكن نقول أيضا there are more public services، في خدمات عامة أكتر. ممكن نقول مثلا في اماكن بتتوفر اماكن للفسح. There are many fun places as parks, malls and cinemas. يعني يبقى انت كده اعطيته اسباب ليه الناس بتحب تعيش في المدينة. في وظائف هناك، في شغل هناك، في خدمات عامة حلوة، في أماكن حلوة الواحد يخرج ويتفسح فيها، على عكس الريف. لو قالك ليه الناس بتحب تروح الريف، لأن فيه هناك هدوء، because they seek quiet, enjoy fresh air، بيستمتعوا بالهواء النقي، no noise، مفيش ضوضاء، away from technology and the crowded streets، بعيد عن التكنولوجيا والcrowded streets، الشوارع المزدحمة. دي مميزات الحياة في هناك. روح بقى العكس، ايه عيوب هناك؟ بعيدة عن المدينة، مفيش وظائف كتير، مفيش وظائف ذات ربح اعلى، مفيش خدمات عامة، فكلهم في نفس الجزء. تقدر تستخدم الاجابات بس بذكاء طبعا. رقم 25 or number 25، are you for or against reusing old buildings؟ why؟ اوكي، سؤال حلو جميل. خلي بالك السؤال مقسوم تقريبا شقين، واحد هو لك are you for or against، هل انت مع ام ضد؟ يبقى انت لازم اول حاجة في الاجابة تقول اما I am for، انا مع، او انك تقول I am against، انا ضد. دي حاجة. why ده الشق التاني، لازم تقول لماذا، ليه اخترت انك مع او ضد. هو انا مع او ضد ايه؟ are you for or against، هل انت مع ام ضد reusing old buildings، استخدام او اعادة استخدام المباني القديمة. طب افرض انا عايز اكتب الاثنين، اكتب الاثنين ما عندناش مشكله. طب كتبت انك مع فقط، اوكي. كتبت انك ضد فقط والسبب، اوكي. كتبت انك مع وضد والاسباب، ما فيش مشكله، انت راجل متفوق وممتاز وانا احسبكم كذلك. Are you for or against reusing old buildings؟ يبقى نقول ايه، نفترض ان انا اقول انا مع، I am for reusing، لازم اكمل جمله I am for reusing old buildings، انا مع إعادة بناء المباني. طب إيه الأسباب؟ they are part of our heritage، هم جزء من تراثنا. we can make use of them as، مثلا ممكن نستخدمهم ك as a، مثلا as زي بيت لوذان كده مثلا، او اماكن تانية، as a center of art، كمركز للفنون، or coffee shops، او مقاهي وحاجات كده للتجمعات. coffee shops for gathering، للاجتماعات او for meetings. طب ده مع. طب افرض انا هكتب انا ضد. طيب لو انا هكتب I am against، ما اقولش I'm against واف، I'm against reusing، انا ضد. ولو كتبت against عادي، بس خلينا في زي قلت لكم في السيف سايد، I'm against reusing old buildings، انا ضد اعادة استخدام المباني القديمة. لازم تقولي السبب، because it
will cost a lot of money. طبعا السبب ده لأنها سوف تكلف الكثير من المال. ممكن نقول we can build or we can use the space of this place for another project. انت ومخيلتك. كلها اجابات صح. Any reasonable answer is considered correct or any reasonable answer is correct. دي بتبقى جملة مكتوبة تحت سؤال المواقف للمصححين. اي اجابة منطقية غير الاجابات النموذجية المعروفة من الدروس اللي انت قرأتها بتعتبر ليك صحيحة. السؤال 26. What are the disadvantages, خلي بالك كلمة advantages مميزات, disadvantages عيوب, of space exploration. ده طبعا سؤال ممكن يجي كده او يجي كده. اما برضو الفضاء ده حاجة رسمية في الاختبارات. اما يجي لك سؤال عن مميزات اكتشافات الفضاء او عيوب زي ما قال دلوقتي. What are the disadvantages of space exploration. اول حاجة مكلفة جدا. تاني حاجة هي خطيرة. والسببين دول ما تقفل من بعدهم وكل عام وانتم بألف خير. يبقى what are the disadvantages of space explorations? They are or they sorry they space exploration مفرد. It costs a lot of money. It costs a lot of money. It is very dangerous. خطيرة جدا. واحد ممكن يقول لك it is risky بدل very dangerous وما كتب لك risky. اوكي فيها خطورة. ممكن واحد it is costly مكلفة برضو صح ما فيش مشكلة. it is expensive برضو صح ما فيش مشكلة. كلهم اجابات صح. كلهم بيقولوا ان الاجابة صح. تمام. رقم 27. Some people like to push themselves. ده سؤال برضو بيجي كتير في الاختبارات. Some people like to push themselves to extreme limits or to the extreme, إلى أقصى حدودهم. For many reasons, لعدة أسباب. Explain. الناس اللي بتدفع نفسها لأقصى حدودها, طالع جبل ليه يقفز قفزات عالية من السماء ويعرض نفسه للخطر. الناس دي بتعمل كده ليه؟ في عدة أسباب. To gain fame, للشهرة. حبيت تكتب to be famous برضو صح. To set records, لتسجيل أرقام قياسية جديدة. في طبعا الهدف الأثمى الأسمى sorry to earn a lot of money. To earn a lot of money. وفي ناس لحاجة تانية خالص, لا عايز شهرة ولا عايز. To challenge themselves. To challenge themselves. To challenge themselves. بيتحدوا نفسهم. To gain more skills. بيتحدوا نفسهم عشان يحصلوا على مهارات أعلى أو أكتر. بس كده رجالة. احنا كده الحمد لله انتهينا من أسئلة السبوك في الاختبار التجريبي. أتمنى نكون أفدناكم. تقريبا معظم الأسئلة اللي بتيجي في السيت بوك بتبقى مكررة, يعني تاخد لك كده نظرة سريعة على الاختبارات السابقة, شوف الأسئلة, شوف نماذج الإجابات بتاعتهم, هتلاقي الإجابات والأسئلة هي هيها بتتكرر. أحلى حاجة في الصف الثاني عشر إن أسئلتكم فعلا محدودة. في فيديو موجود عندك على قناة اليوتيوب عندي على قائمة تشغيل الصف الثاني عشر فصل الدراسي الثاني أو الفترة الدراسية الثانية. انزل كده هتلاقي فيه أهم أسئلة السيت بوك كنت مجمعها اللي بتتكرر في السنوات الماضية. يعني كان الفيديو يمكن من سنتين او ثلاثة مش فاكر, ليه كل الحاجات اللي فاتت. انا كتبت كلمة taking كده غلط, لا صح, taking care صح. رب ذا كريم انسى سبحانك الله وحمدك, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. نسيت كنت هقول لكم ايه. في هيكون كورس معانا لو انت بتتفرج على الفيديو ده قبل فترة الاختبارات تقريبا ثلاث اسابيع, ممكن شهر, اوكي شهر, ثلاث اسابيع, اسبوعين, اسبوع. الفترة دي كلها قبل الاختبارات بيكون في كورس معد لي الصف الثاني عشر, مجموعة البنين مجموعة البنات. للي يحب ينضم معانا مراجعة لمدة 3 ايام, بتبقى تقريبا الحصة ما بين ساعة ونص الى ساعتين عن طريق برنامج زوم, وهتلاقي تحت التفاصيل موجودة, او لو مش موجودة يبقى على جروب التليجرام ممكن ينزل تفاصيل جديدة بالنسبة للكورس تقدر تستفسر عنه لو حبيت تنضم لينا. يعطيكم الف عافية, اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا مع فيديوهات كمان بالنسبة لأسئلة الاختبارات. إن شاء الله نتناول كل أنواع الأسئلة.
احنا دلوقتي لحد الآن متوفر الكلمات، القواعد، المواقف، وحاليا السيت بوك. يبقى متبقي لنا ان شاء الله التعبير، القطعة، التلخيص، والترجمة، وان شاء الله وانت بتتفرج على الفيديو ده هم يكونوا موجودين على القناة. لذلك انصح دائما بمتابعة الفيديوهات من خلال قائمة التشغيل، لان الفيديوهات بتبقى قدامك بالترتيب، فانت عارف ايه اللي تبعك وايه اللي مش تبعك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. ما تنسوش الدعوة.